Usandım yar yar usandım yar yar usandım El olunur ben kendime yar sandım yar 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 sandım yar 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 sandım Yüreğime hançer de vurdum مبروك واخيرا لقيتي ابنك يا بنتي. شكرا. ما عاد نفترق ابدا من هلا ورايح ان شاء الله. آسف أعطيني مي باردة. الغنية اللي غنيتيها قبل شوي كتير أنا بحبها. غنيتيها بطريقة بتجنن. على طول جاي. ممكن اطلب عصير؟ والله مو جاي عبالي العصير. وبعدين؟ هلا منشوف. هلا منشوف. اي منشوف. صحيح ما قلتي لي شو اسمك؟ نيهان. ردي على التليفون بقى، ردي. طيب انت اهدى شوي، بالنهايه بيركاي مع امه، يعني ما في داعي للخوف. ايه ما رح خاف. فيني اسالك سؤال؟ انت ليش هادي لهالدرجه هي؟ شو سر هالهدوء؟ ما عم افهمك انا. لازم واحد فينا يكون هادي صحيح؟ لازم واحد فينا يكون هادي صحيح؟ بس ما تقولي لي عم تفكري بايرهان. ها، ما كان بدي اياهم يتزوجوا وهذا اللي صار. وبصراحة مو عبالي احكي على سيبيل وإيرهان هلا. يعني بصراحة هذا الموضوع ما بيهمنا بقى. ما فهمت ليش حبيتي إيرهان لهي الدرجة، شو سحرك فيه يعني؟ كل شوي إيرهان إيرهان إيرهان، خلصنا بقى. ردي على التليفون يا نيهان. تونجاي اهدى. أنا آسف إيريف، ما فيني اهدى أبدا، خطفوا ابني من نص بيتي، شو عم تقولي أنت؟ رجاء لا بقى تقولي لي اهدى أكثر من هيك. صرتي أحسن، شكراً، طمنيني. لا يا طاهر بيك، ماني منيحة. بلكي حفيدنا ما التقى، أنا كيف بدي أقدر أعيش من دونه؟ اهدي، طولي بالك، هلأ خلينا نروح على البيت، بتغيري ثيابك وبترتاحي شوي، وأنا رح أتصل بكل معارفي وأصحابي وخلي الكل يدور، ولا يهمك. بس ولد اهدي. صغير لحاله شو رح يعمل؟ ونحن ما بنعرف أمه وين بتكون هلأ، لوين بتكون أخذت هالصبي، وكيف رح نلاقيها ونرجعه منها؟ انت اهدي، لا تبكي، اتركي الموضوع علي. اللي عم شوفه بهالعيلة ما بيصدق كأنه فيلم. يا حبيبتي انت، السيارة جاهزة يا خانو. ها يلا امي تعالي. روقي طاهر حبيبي. ها حسب ما فهمت حامل حالك ورايح ورا مرتك، مو هيك؟ يعني انا شو اعمل؟ كيف بدي اروح؟ طيب اذا بدك تعالي معنا على البيت، مندور على الولد، شو رايك؟ يعني بفهم انك فعلا رح تروح ورا مرتك، صح هذا الكلام؟ ياسين، انت مو شايفه حالتنا؟ انت روحي خدي تاكسي، روحي على الاوتيل او لعند رفيقتك، بحكيكي بس افضل. مساء الخير. مساء الخير. كانه حدا سحب سيارتك؟ هلا وقت مسحك، سيارة مين اللي انسحبت؟ الله يسامحك، طاهر مشكلتنا المشتركة وانت ما عندك سيارة. وفهمت انك بحاجة سيارة توصلك على البيت، بتحبي وصلك؟ ايه ليش لا؟ تفضلي. ادعت انه خالته اخذت الصبي وهربت سيدي، هي اساسا مريضة،
هي كانت مريضة واتفقنا أنه يضل الصبي معي أنا، لأنه ما أنا قادرة تهتم فيه مثل الخلق والعالم. يعني بفهم من كلامك يلي أخذت الطفل أمه، ما هيك؟ إيه بتكون أمه. لك ما بيطلع بإيدنا نعمل شيء. كيف؟ كيف ما بيطلع بإيدك تعمل شيء؟ معقول هالشي؟ كيف بدي لاقي ابني أنا؟ أنت وظيفتك تلاقي ابني مو هيك؟ تونجاي اهدى شوي. إليف استني شوي. هذا واجبكن. أنا ما بأمن على حياة ابني معاها. خطفت الصبي نظامي. لو سمحت تعمل شيء، سيد الضابط، لو سمحت ساعدنا. بترجاك تساعدنا. ما طلع بيتكن تهتموا بولد صغير؟ شو هاد؟ معك حق طاهر بيك. ما بدي شوف وشكم بهالبيت. ضبوا غراضكن وامشوا يلا. ما حدا رح يروح لمكان. انت مين عم بتقلع من بيت مين طاهر بيك؟ رح تشتعل والله. انت المسؤول عن كل الشيء اللي صار. لحقت وحده قد بناتك وعم تتصرف مثل المراهق وما قدمت واجبك لاولادك كأب. ليش انا شو دخلني؟ انت هيك عم تظلميني يا مرتي. اوعك تقلي مرتي. انا ماني مرتك وهذا البيت مانو بيتك. يلا اطلع من بيتي. شكله اجا دورك بابا الغالي. صار وقت الانصراف الرسمي والله. مو سمعان صوت الجرس؟ ما فيك تضلهم. بسيطة. يسلم هتم أمي. قديش قلتي كلام حلو. خلصنا بقى، أنا ماني منيحة أبدا. تمام تمام، عادي هون أمي، اهدي شوي. خدي شمي شمي كولونيا شمي. وين بيكون حفيدي هلأ؟ رح يلاقوه أمي، ما تخافي، هلأ بيجيبوه. حفيدي الوحيد. Çal kapımı gir içeri yeniden Ben oldum uğruna kaç şişeyi deviren Üzülür sonra gönlüm seninle bitmezse ömrüm Kaç gece uykumu böldün bitti dedin ya Kal, acıyor bu gönlüm böyle ilk defa Gitme kal, çekiyor musun benim gibi cefa Gitme kal, bedenimden ruhumu gelip çek al Gitme kal, yeter ki gitme kal تونجاي بيك؟ نعم، لقيتوه؟ مبروك، قدرنا نعرف المكان يلي راحت عليه نيهان دورمان. ألف حمد وشكر. الحمد لله الحمد لله.
لهلأ ما إجانا خبر. يا ربي ما يصير شي سيء للولد. أمي طولي بالك، رح تروحي حالك هيك خلاص. تنجاي إيه ابني، قلي شو صار؟ أمي حبيبتي، لقينا بيركاي. أنا وإليف هلأ رايحين نجيبه. الحمد لله، الله استجاب دعائي. جيب حفيدي وتعالي بسرعة بسرعة. رح جيبه، لا تخافي. قربنا نوصل هلأ ولازم سكر، تمام؟ لأومو لأو. ألف مبروك أمي، وأخيراً رح يرجع أميرنا الصغير. خلي جده يقعد ويهتم فيه ويدير باله عليه، أحسن ما يقعد يغازل الصبايا الصغار، مو صح؟ في خبر شي عن بيركاي؟ ألف حمد وشكر، إيه لقوا. والله فرحتوني. شكراً ابني، وأنتو انتزع أحلى يوم بحياتكم. سبيل، ممكن نحكي شوي لحالنا؟ هلأ إرهان؟ إيه هلأ، تعالي شوي معي. تونجاي خليكي انت بالسيارة. تونجاي قلتلك استني بالسيارة، رح جيب بيركاي وارجع. وقف شوي تونجاي. برافو عليك، عجبتك الشوربة حبيبي؟ برافو نيهان. تونجاي وقف نيهان. تونجاي نيهان، شو فكرة حالك عم تعملي؟ تونجاي اهدى وقف شوي. شوف بعدك كمان. بابا لا تعمل هيك، فكرتيني ما رح رايك يعني. ها تونجاي بترجاك وقف، اسمعني دقيقة بس دقيقة. شو بتفتحي يعني؟ خلص لا تونجاي خلص رجاكم. وقف بقى، شو عم تعملوا؟ في ولد صغير مو شايفينه؟ انت اقعد هون لشوف، وانا رح احكي مع نيهان. انا رح اخذ بيركاي وامشي. ماشي تونجاي، قلت لك اقعد شوي. رح اخذ بيركاي وامشي من هون. تونجاي اقعد لو سمحت. انا اسف حبيبي، خلينا نشرب الشوربة وبعدين منروح على بيتنا. برافو عليك. تمام بابا، بس خلي ماما تجي معنا لأني عم بشتاق لها كثير ومشتاق أشوفها. هلا أنت شرب الشوربة. وقت احترت وكنت عم موت، وإلا ما كنت تركت ابني لأي حدا. أنا ربيته سنين لحالي بلا تونجاي، بس أنا ما بقدر أعيش بدون بيركاي. أنا مقدرة وضعك، بس هاد مانو حل. على القليلة هالتصرف ما بيناسب ابنك. حكيك ما عجبني، أنا ما رح أتخلى عن ابني. لازم نلاقي حل. مين رح يبقى مع بيركاي وأنتي عم تشتغلي هون؟ أنا بدبر حالي، ما بقدر أشتغل شي تاني. نيهان خانم، الولد الصغير حرام عليكي، وين رح ينام وكيف رح يعيش؟ طيب وبعدين شو رح يصير؟ لازم يروح على المدرسة، وقتها كيف رح تهتمي فيه؟ كيف رح تلحقي على كل شيء؟ أنا بلاقي طريقة، المهم أنه نحن اتنين مع بعض. مهما حاولتي تقدمي له ما رح تقدري توفري له يلي مأمن له يا أبو. بس هو عم يقول لي ما في تشوفي ابنك. أي قلب أم بالدنيا بيقدر يتحمل؟ أنت قولي لا. انتي رح تضلي امه طول العمر وما حدا بياخد مكانك، واكيد رح تشوفيه دائما. تونجاي رح يحرمني من ابني، خاصة بعد الشيء اللي عملته رح احلم شوفه. رح تشوفيه، انا بوعدك. فيكي تشوفي بيركاي بالوقت اللي بدك اياه، وعد. انا كيف بدي اوثق فيكي؟ لا، ما بقبل، ما رح أعطيه ابني. أنا ما عاد فيني استنى أكثر من هيك. تونجاي
تونجاي امشي بابا تونجاي بعدي تونجاي شمال ابني وقف تونجاي اترك لي ابني بعد ايدك بترجاك اترك لي ابني بترجاك لا تحرمني ابني بترجاك خليه معي بترجاك تونجاي بعد عني منه مرة تانية وإلا رح تونجاي تونجاي شو عم تعمل انت جنيت يعني إيلي فطلعي على السيارة بسرعة يلا تونجاي افتح الباب شو جنيت ابني حبيبي رح أخذك لا تخاف من شي أنا معك يا روحي انت شو عم تعمل إيليف كيف عم تسأليني هالسؤال تونجاي بترجاك كرمال الله اترك لي ابني بترجاك افتح الباب واعطيني ابني بترجاك اعطي ايدك عني نحن على شو اتفقنا بيركان رح يروح معي ماشي فهمتي تونجاي بترجاك لا تبعد ابني عني بترجاك بعدي عني املي ممكن تطلعي على السيارة إيليف يلا اذا ما فتحت هذا الباب ما عاد تشوف وشي بحياتك تونجاي بترجاك لا تبعدني عن ابني لا تحرمني منه تونجاي بترجاك انت السبب بكل شيء رح اخذ بيركاي وروح تمام تونجاي تونجاي بترجاك لا تبعدني عن ابني تونجاي بترجاك اعطيني المفتاح يلا هاتوا لهون تعال تعال امي حبيبي تعال لعندي تعال يا روحي الله يرضى عليك يا حبيبتي انتوا فوتوا لجوا شوي وخلونا نحكي تركي الولد يهان تركي الصبي جاي انت ما بتستاهل تكون اب وانا ما بيشرفني اتزوج بحدا مثلك إليف شو عم تقولي هذا ابني ما شفتيني كيف عم اهتم فيه شو عم تخبصي انت؟ هاي المرأة رح تشوف ابنها بالوقت اللي بدها اياه وهلأ انت بدك تعطيني وعد لأنه بدي أعطي ضمان لهاي المرأة اتفقنا؟ ايه صح نسيت قلك شغلة مهمة انت رح تساعد هاي المرأة بدك تتكفل بعلاجها فهمت علي؟ عم تفهم هالكلام؟ تمام تمام خود هاد وقعد بالسيارة استناني وأخيراً إجا الباشا حفيدي يا حبيب ستك انت حبيبي حبيبي حفيدي الوحيد انا دخيل قلبك والله مت من الرعب عليك حبيبي انت انت منيح تعال يا حبيبي يا حبيب عمتو انت اهلا وسهلا يا روحي انت منيح مو حبيبي ايه ابني احكي لي القصه شو صار الف مبروك امي ارتاحي بقى حفيدك الباشا رجع لك هديك المرة لوين أخدت حفيدنا وراحت؟ أخدته للمحل ما بتشتغل عالنادي اللي بتغني أمه فيه كان الولد بحالة بتبكي شي بيكسر القلب الحياة قاسية كتير للأسف بيركاي الصغير صح وين المربية الحلوة تبعه؟ بيركاي البيبي قديش عشت شغلات صعبة؟ ايه ما قلت لنا، وين المربية الشقرة تبعه؟ مو مبينة بيقوم ممكن تسكتي بقى؟ أنا بكفيني اللي فيني ها، مو على بالي اسمع مسخرتك ومزحك ليش مو رجع الباشا الصغير؟ مو لازم نكون كلياتنا فرحانين؟ ها؟ لك بيقوم لك لا تضطريني احكي شي كبير بيزعلك بقى، سكري تمك أمي حبيبتي بتعرفي شو لازم تعملي؟ خلونا نلبس بركاي الصغير أحلى وأغلى لباس يعني أفخم كندرة وجاكيت عم تبرق وقميص مكوي ومرتب ونعمل له منصة يغني عليها وفرق موسيقية لبركاي الصغير ونحن منطبق حواليه ومنرقص شوي شو رأيكم؟ وانت بتكون مشرف على الدبكة تك 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 أمي غصب عني ضحكت شو بعمل؟ بركاي الصغير عن جد أنا رح أغني على المسرح؟ لا يا عمري لا خالتك بيقوم عم تمزح بركاي شو رأيك نتصل بعمتك ونعزمها على العشاء اليوم
إيه حبيب قلبي.